السائر في دنيا الورى قد مضت سنة ربي لامرا كل عين سوف تغدو آثرا إن في أنباء من قد غابرا عبرة تهدى لذي حجر عقل فاتعظ ممن أتى الوحي على ذكرهم يا من أطال الآمل وخذ الذكرى وصدقه ولا تنشغل عن أيذي العرش بلا إنه الحق وبالحق نزل إنه الحق وبالحق نزل. أحبتنا في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أحبتنا في الله حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى مع أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، مع القرون الثلاثة التي فضلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرها بالأفضلية، ومع الكلام عنهم وعن حفظهم لكتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنهم بذلوا الغالي والرخيص من أجل وصولي أو الوصول إلى حديث واحد أو حتى إلى كلمة واحدة أو إلى حكم شرعي حتى يوصلوه إلينا بكل يسر وبكل سهولة، حتى يحفظ رب العزة تبارك وتعالى وقد تأذن بحفظ كتابه الكريم، والسنة أيضا وحي كما هو كتاب الله تبارك وتعالى. كل ذلك في برنامجكم وبالحق نزل ومع شيخنا الحبيب فضيل الشيخ أبو إسحاق الحويني. حياكم الله شيخنا، بارك الله فيك، كرمك الله، الله يحفظك، رفع الله قدرك في الدارين، الله يبارك فيك. هذا الجيل العاطر اللي لا يمكن أن تبدأ في الكلام عن واحد منهم إلا وتحملك الأحاديث للكلام عن كثر. يعني إحنا لما ذكرنا حديث شعبة أبو بسطام عليه رحمة الله وذكرنا الأسماء وذكرنا مالك وذكرنا سعد بن إبراهيم وذكرنا يعني زياد بن مخراق وغيرهم الكثير ومسعر بن كدامة رضي الله عن الجميع، وبعدين ختمنا الكلام عن الشعبي والذي قلت ستبدأ بالحديث عنه. يعني القصة الواحدة يجتمع فيها جبال، القصة الواحدة من الأكابر كما كان يجتمع في الحديث الواحد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة التي لا زالت مدار حديثنا حول قضية شرف الرحلة ومكانة الرحلة عند علماء السلف رضي الله عنهم، نبدأ بها بإذن الله عز وجل. توكل الله شيخنا، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنت أقول بالنسبة للشعبي أنه قيل له إن رجلا يقول إن من أعتق أمته وتزوجها فهو كالراكب بدنته، يعني ليس له فضل يعني. فقال له حدثني أبو بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين أو ثلاثة لهم أجران: رجل آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا يؤتى أجره مرتين، كعبد الله بن سلام مثلا رضي الله عنه مثلا. نعم. والعبد المملوك إذا أحسن عبادة ربه وأحسن إلى مواليه فهذا له أجره مرتين، كجارية الحسن بن صالح وأخوه. أي نعم، علي بن صالح. علي بن صالح. أي نعم. المستمعين ما عرفوش الكلام ده، أنا هذا في بطن. طيب ممكن بطن نفرد له كلام. والله ماتع الكلام عنه رضي الله عنه. طبعا على فكرة بمناسبة الأمة ربما أقول هذا، أنت ذكرتني يعني. نعم. ورجل أعتق أمة، رجل كانت له أمة فأحسن غذاءها وأحسن تربيتها فأعتقها وتزوجها فهذا له أجره مرتين. ثم قال الشعبي، ده الشاهد يعني الحديث. ثم قال الشعبي خذها بغير نوال، بغير أجرة يعني. بغير أجرة. فلقد كان الرجل يرحل إلى المدينة فيما دون ذلك، يعني في أقل من هذا الحديث كان الرجل ربما يرحل إلى المدينة، والشعبي ده كان في الكوفة يعني في العراق. بعيد، يرحل إلى المدينة فيما أقل من هذا الحديث.
حديث علي بن صالح اللي انت ذكرتني به، وهذا بمناسبة الأمة. احنا بنقول أمة أحسن غذاءها وأحسن تربيتها. نعم. عبد الله بن سلام تكلمنا عنه في حلقات سابقة وعن فضله وعن مكانته، لذلك هو واضح كلامه رضي الله عنه. الذي يعني فالثانية الآن الأمة، الحديث هو قصة الأمة. الأمة نعم، الأمة. الحسن بن صالح بن حي وعلي بن صالح بن حي، نعم أخوه، وأمهما كان بيتهما بيتهم بيت عباد. الله أكبر. كان يقول علي إنه هو وأخوه أمه قسموا الليلة ثلاثة أجزاء، فواحد يقوم الثلث الأول والثاني يقوم الثلث الثاني والثالثة الأم مثلا تقوم الثلث الثالث. المهم أنهم اشتروا أمة، اشتروا جارية. لا ليس هذا المهم، أنهم باعوا جارية عندهم، كان عندهم جارية باعوها لشخص، كان عندهم جارية باعوها. نعم. المهم هذه الجارية اشتراها رجل من الناس، فنص الليل وإذا بالجارية تستيقظ وبتخبط على سيدها، قالت قم فصلي، فقال لها أذن للفجر، قالت أولا تصلون إلا الفجر. ثم رجعت إلى علي بن صالح وقالت له ردني، أو رجعت إلى الحسن واحد منهم يعني، وقالت ردني فإنك بعتني إلى أهل سوء لا يقومون الليل. هذه أمة في بيت عباد، أخذت من طبعهم وأخذت من أدبهم وأخذت من عبادتهم، حتى صار قيام الليل سجية لها، حتى أنها استيقظت من نصف الليل عشان تنقذ سيدها الذي اشتراها وتقول له قم، وهو الحقيقة فوجئ، يعني قال أذن الفجر، قال أولا تصلون إلا الفجر. فده كما يقال من جور السعيد يسعد، يعني هذا كلب أهل الكهف، صاحب أهل الكهف فنوه بها في قرآن إلى يوم القيامة، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. فتصور لو أن الكلب عندما صاحب الصالحين نوه بذكره في قرآن يتلى ويتعبد بتلاوته، والكلام يعني في مقام تشريف، قال الحرف عشرة، نعم، عشر حسنات، نعم، كلمة كلب يعني 30 حسنة، كلب 30 حسنة عندما يقول وكلبهم، هذه خمس حروف، نعم، 50 حسنة، نعم، هذه 50 حسنة. فكيف إذا يعني الإنسان له عقل وله ذوق وله تمييز صاحب الصالحين. هذا يعني كان بمناسبة ذكر الأمة، نقولها تيجي تشوف اللي ما بيصلوا حتى الفرض، مش نعم، مش بتقول ردني لك فقد أرسلتني إلى قوم سوء لا يصلون، نعم، إلا الفرض. الله المستعان، نسأل الله السلامة. فهو الحقيقة يعني علماؤنا كانت لهم رحلات باذلة الحقيقة في طلب هذا العلم وفي تدوينه، يعني مثلا أبو سعيد الأشج عبد الله بن أبي داود، أبو داود صاحب السنة، نعم، قال خرجت لأسمع من أبي داود من أبي سعيد الأشج، وأخذت معي 30 مدا باقلة، وكان كل يوم يأكل فول اثنين، وكانوا يصبرون على الجوع في سبيل طلب العلم. قال فلما نفدت الباقلة كنت كتبت عن أبي سعيد الأشج 30,000 حديث، يعني كأنه كل مد بألف حديث، كل مد بألف حديث، نعم، 30 مدا باقلة فول لم يكن له طعام إلا هذا، وكتب 30,000 حديث عن أبي سعيد الأشج. أو القاسم البغوي عبد الله بن عبد العزيز شيخ الدارقطني يقول، وتلميذ الإمام أحمد، شيخ الدارقطني وتلميذ أحمد، يعني حاجة فخمة نشوف بنقولها بمكان بساطة، هتخوف طبعا، حاجة عظيمة جدا يعني. المهم طلع يطلب الحديث في الرحلة المذكورة له، فذهب إلى أحمد بن حنبل وقال إني أريد أن أسمع من فلان الشيخ فلان، فاكتب إلي توصية له عشان يأخذ باله مني ويعتني بي وكده. فكتب له الإمام أحمد قادم إليك رجل يعمل بالحديث، رجل صاحب حديث، لا مشتغل بالحديث، نعم، دي عبارة الإمام أحمد، قادم إليك رجل مشتغل بالحديث.
فلما قرأها أبو القاسم البغوي قال يا أبا عبد الله هل لا كتبت له قادم إليك رجل من أصحاب الحديث، بدل مشتغل من الحديث؟ فقال له الإمام أحمد صاحب الحديث عندنا هو من يعمل بالحديث. الله أكبر. زي ما تقول أصحاب الجنة أصحاب النار، يعني صاروا أهلا لهذا، أهلا للجنة، وهذا وهؤلاء صاروا أهلا للنار. فصاحب الحديث لا يطلق هذا اللقب إلا على رجل يتدين الحديث، مثل لما تكلمنا عن شعبة رضي الله عنه. نعم، عن شعبة صاحب الحديث يتدين بالحديث. فعلماؤنا كانت لهم يعني رحلات كثيرة، ومنها رحلات مدهشة ربما بعضها كالأساطير. نعم، يعني مثلا عندنا الإمام الكبير العالم المفرد بقي بن مخلد الشيباني. نعم، الأندلسي. ده يقول زرعت في الأندلسي زرعا لن يقلع إلا بخروج الدجال، اللي هو الحديث الذي بثه وعلمه الناس. بقي بن مخلد هذا كان رجلا طوالا جسيما، رحل 34 سنة، الرحلة الأولى 20 سنة، الرحلة الثانية 14 سنة، سايب أهله وسايب عزاله ومحتاله، وأراد أن يذهب إلى المشرق ليسمع الحديث. العجيب في هذا إنه هو مغربي وذهب إلى المشرق. نعم، هو من أهل المغرب وذهب إلى المشرق. وذهب إلى المشرق. نعم، من إفريقيا الكبير. نعم، الأندلس إسبانيا. نعم، دلوقتي يعني. نعم، 34 سنة ماشيا ما ركب دابة قط، إنما يأخذها ماشيا. رجل جاي من إسبانيا الآن يعني التي كانت هي الأندلس، قرطبة وإشبيلية، خد بعضه وعدى المضيق، وخد بقى من أول المغرب وانت ماشي على الجزائر تونس ليبيا مصر، وبعدين عدى البحر ولا مبلش. أيوة. واخد بالك؟ وبعدين خد الجزيرة وذهب إلى العراق. الله أكبر. كل هذا ليلقى أحمد بن حنبل ليأخذ عنه العلم. المهم هو بقرب بغداد سمع بالمحنة التي تعرض لها الإمام أحمد، وإن الخليفة منعه أن يجتمع برجلين، ممنوع اثنين يجتمعوا مع الإمام أحمد أو واحد، ولا ده يبقى تجمهر. فالإمام أحمد طبعا لأنه كان يتدين بطاعة الولاة، كانت طاعة الولاة آنذاك عندهم دينا، لأنهم كانوا يقيمون حكم الله عز وجل على مخالفات عندهم في هذا، لكن هو يقيم حكم الله عز وجل في على الأقل في الجملة يعني. نعم. المهم إنه الخليفة منع الإمام أن يجتمع بأحد، فبيقول غمني ذلك، إذ يعني أن جاي يكون هذا المشوار بالآخر لأحمد بن حنبل. طبعا هو هياخذ عن أحمد وعن غيره، بغداد كانت مأهولة بأهل العلم في هذا الزمن، ولكن أحمد هو أحمد. لكن أحمد هو أحمد. نعم، أحسنت. المهم دخل الجامع الكبير فوجد حلقة جزيلة، حلقة مفتخرة كده مليانة طلبة وبتاع، وإذا هم يسألون الرجل، فسأل من هذا؟ قالوا هذا يحيى ابن معين. قال ففرجت لي فرجة، ما كان برضو ناوي يسمع منه. نعم، بس كويس إن وجدهم. قال وإذا هو يعدل رجالا ويجرح آخرين، فسألته عن بعض الرجال فجرح وعدل، وبعدين عمال يسأل بقى له مدة، فصرخ به قال له الحلقة أنت كده سألت كتير، دعنا نسأل، اترك لنا مجالا يعني. أي نعم، كل واحد يأخذ مجال. فقال بقي بن مخلد أريد أن أسأل ما تقول في هشام بن عمار؟ فقال ثقة وفوق الثقة، ومدح هشاما بما هو أهله. قال مسألة واحدة أريد أن أسألك عنها، ما تقول؟ الشهيد؟ لا غير ابن عمار الشهيد. نعم نعم، هشام. لكن ده هشام بن عمار شيخ البخاري. نعم، شيخ البخاري. نعم، ومتكلم فيه، وكان يقبل التلقين إلى آخره، معروف. نعم، يعني من ترجمته، لكنه في الصدق إمام ثقة سني جلد. نعم، في السنة. المهم قال طيب خلاص آخر سؤال، ما تقول في أحمد بن حنبل؟ ده بيسأل أحمد بن معين رفيقه. قال أنت تسألني عن أحمد، أحمد يسأل عنا، نحن لا نسأل عن أحمد. الله أكبر. فخرج بقي بن مخلد وقعد يستدل بها أين بيت أحمد،
ابن حنبل حتى دلوه على هذا البيت. فطرق الباب ففتح الباب رجل ضعيف. تعرف أحمد بن حنبل كان بنيته ضعيفة، قصير وبنيته ضعيفة يعني. فسلم عليه وقال له: أنا طالب علم، جئت أتعلم منك. قال: لعله بلغك ما كان. نعم. إن الخليفة منعني وفي فتنة خلق القرآن وكذا. قال له: أنا طالب علم أتيتك من بلاد بعيدة. قال: من أين؟ قال: من إفريقيا. قال: إن بلدك لبعيد، وما كان أحب إلي من عون مثلك، لكن أنت تعلم الخليفة منعني. قال له: أنا مجهول العين في البلد، لا أحد في البلد كلها في بغداد يعرفني، فأنا أحتال حيلة بحيث أن أستفيد منك، ما تحرمنيش. أنا سآتيك في زي السؤال الشحتين، هلبس هدوم مقطعة ومزيتة، وحط على رأسي عمامة أيضا مزيتة، وأحمل عصا، وأعمل نفسي أعمى مش شايف، وأعمل بالعصا كده قدامي وبتاع، وأطرق الباب وأقول: حسنا لله. تمام؟ إذا سمعتني أدخل إديني حديث واحد أو حديثين فقط حتى لا تذهب رحلته. قال له: خلاص ماشي. فكان كل يوم يأتي بقي ومخلد إلى باب الإمام أحمد، يطرق الباب ويقول: حسنا لله يا محسنين، يفتح له الإمام، يأخذ منه الحديث والحديثين وينصرف. حتى رفع المتوكل المحنة، يعني المحنة الخرق القرآن بدأت من آخر عصر المأمون إلى عصر وخادت عصر المعتصم كله والواثق كله، وبعدين رفعت في عهد المتوكل، كان حتى سموه محيي السنة ورفعوا عليه من الألقاب، يعني ما هو معروف يعني. المهم يقول إنه كان ساكن في فندق بقي بن مخلد، فلما رفعت المحنة الإمام أحمد خرج بقى، والعالم بقى نفسه أحمد يطلع، ما كانش بيجتمع بحد. هذا الإمام الذي طبق الدنيا وكان كالشمس وضحاها في بغداد منع وصار حلس بيته، حلس بيته لا يجتمع بأحد. المهم لما رفعت المحنة بدأ الطلبة ييجوا والكلام ده، فأراد أحمد أن يزور بقي بن مخلد وينوه برحلته وتعبه في طلب العلم. يقول بقي بن مخلد: فالأهل الفندق لم يصدقوا إن أنا صاحب أحمد أو إن أنا أعرف أحمد، حتى صاروا يخدمونني حسبة لله تبارك وتعالى لمعرفتي بأحمد. طبعا الحقيقة يعني الإمام الذهبي لما روى هذه القصة أنكرها وقال يعني هذا مسند بقي بن مخلد الذهبي لم يرى إلا نصف المسند. مسند بقي بن مخلد ده أكبر مسند في الإسلام، أكبر من مسند أحمد بن حنبل. يعني مسند أبي هريرة في مسند بقي بن مخلد 5000 ونيف، الله أكبر، مسند أبي هريرة وحده. نعم. فهو أكبر مسند في الإسلام، وبكل أسف هو مفقود حتى الآن، لا نعرف عنه شيئا، ربما الله تبارك وتعالى يعني يمن على هذه الأمة ونجد هذا المسند في يوم من الأيام. المهم يقول إن يعني مسند هذا مسند بقي بن مخلد ليس لأحمد فيه حديث واحد، فإزاي يبقى راح لأحمد بن حنبل وقطع هذه المسافة؟ كان المفروض يقول: حدثني أحمد بن حنبل على الأقل. فالقصة دي منكرة طبعا، هي ليست بمنكرة، لأن النصف الثاني ربما ذكر بقي بن مخلد عن أحمد فيها أحاديث، وبعدين ربما أقل عن أحمد حتى وإن رحل إليه. هذا البخاري لقي الإمام أحمد وتلقى عنه العلم، وأقل ما روى، قل ما روى عن أحمد في مسنده، حتى إنه لم يروى عنه إلا بضعة أحاديث، يمكن لا تصل إلى 5 أحاديث عن أحمد، عن أحمد بن حنبل، وهذا شيخه وإمام الدنيا، وإمام الدنيا، ومع ذلك ما روى عنه. ليه؟ لأن البخاري أدرك شيوخ أحمد، يعني نشوف أحمد محمد بن عبد الله الأنصاري أو نعيم الفضل بن دكين مثلا، أبو عاصم النبيل، الضحاك بن مخلد الشيباني، وغيرهم من هذه الطبقة اللي هي الطبقة الأولى من شيوخ العلو البخاري. العلو بالنسبة له العلو بالضبط. فممكن الإنسان يتلقى عن رجل العلم ويعني لا يروي عنه إلا قليلا، لكن هذه رحلة أنا غير مستغربها، لكن إلا أنا مندهش له
مش يعني استبعده، أنه قضى 34 عاما يمشي على قدميه في طلب العلم. الله أكبر. كانوا يتدينون حتى التراب وهم ماشيين، التراب اللي كان يطلع من أقدامهم ويستنشقونه كانوا يتلذذون به، هذا في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عندك مثلا ألم يعد 7000 فرسخ على نعله ثم تركه، هذا أبو حاتم الرازي وقال وتركت العد بعد ذلك. بعد ذلك سنأتي على رحلة أبي حاتم الرازي، لأنها فعلا رحلة واحدة فقط، أبو حاتم رحل كثيرا لكن له رحلة كاد أن يتلف فيها ويموت. المهم حتى بمناسبة مسألة ماشي في طلب الحديث، نذكر عبد الأول ابن عيسى أبو الوقت، هذا الذي يعني كان في زمانه أعلى إسناد لصحيح البخاري، إسناد أبو الوقت الذي تقريبا معظم من يروون صحيح البخاري يرونه من طريق أبو الوقت عبد الأول بن عيسى. الشيخ عيسى أبوه كان طالب علم يطلب حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وسلم، وكان يأخذ عبد الأول ابنه في طلب الحديث من الصغر، كان سنه بتاع 7 سنين 8 سنين يأخذ معه. لكن عبد الأول هذا فعل شيئا ما قرأته في ترجمة أحد إلا له، وهو ماشي مع ابنه يخلي ابنه يحمل في كل يد صخرة أو قالب طوب أو شيء ثقيل. نعم. وعبد الأول طويل، رجل طويل، وانت عارف الخطوة منه بمتر، عبد الأول قد كده الخطوة منه الثلاث أربع خطوات بمتر. الطوال هو عيسى. نعم بالضبط كده، الطويل ده عيسى، عيسى أبوه. إنما عبد الأول كان صغيرا. نعم. هذا فكان يخليه هو ماشي يشيل في كل يد حجر، فالحجر تقيل، فاشترط قال له لا تتأخر عني، امشي على طول جنبي. طب هو صغير وانت الخطوة بتاعتك قد كده وشايل حجر كمان، وكمان شايل حجرين، فيوم يتأخر عنه فيلتفت إليه يقول له ما لك تعبت؟ يقول من خوفي منه أقول له لا. يقول إذن ما أخرك عني؟ أو يجد يبتهد ويجري عشان يمشي في حذاء أبيه، فحتى يشعر أبوه أنه تعب فيقول له ارمي حجرا، فيرمي حجرا يبقى فضل معه حجر، تمام. يمشي حتى إذا تعب قال ألقي الحجر الآخر، حتى إذا تعب الولد وأدركه الإعياء ومش غير قادر أنه يمشي، يقول يحمله على كتفه. فيمر عيسى ويحمل ابنه عبد الأول وهو ماشي، القبائل والقوافل ماشي يقولون اركب يا شيخ عيسى. يقول معاذ الله أن أركب أنا وابني في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في بعض الناس ممكن يعني يستقلوا مثل هذا الجهد، لكن أنا بعتقد أن عيسى الشيخ عيسى أراد أن يعلم ابنه قوة الإرادة، أنه يحمل حجرين وهو ماشي، وبعدين يحمل يرمي حجر ثم حجر ثم يحمله. لذلك تفرد هذا الإمام الكبير برواية صحيح البخاري أعلى إسناد في ذلك الزمان كان لهذا العالم الكبير. فكانوا يتدينون بأقل من هذا أشياء يراها بعض الناس تافهة. نعم. حمل الحجر ثم حمل بعد ذلك السماء كلها. صحيح البخاري، أين حلأ أين يعني صحيح البخاري، يعني حتى وإن كان الاسم غير مشهور عند العامة إلا أن عند المتخصصين هو البوابة التي يدخل منها كل باحث لصحيح البخاري. حتى يعني حتى كنيته أبو الوقت، أبو الوقت، ونادر، أنا ما تقريبا ما شفتش حد يتسمى بأبو الوقت. نعم. تمام. فكأنه أشار إلى أن وقته من ذهب. نعم. لا يضيع وقته، وطبعا كان إماما جليلا كبيرا كان يرحل إليه من كل بلاد الدنيا. نعم. لأدي إسناد صحيح البخاري. نعم. جزاك الله خير. يعني الكلام كله يتدافع في الأذهان مع كثرة الأمور، يعني مسألة الوقت وغيرها، أبو الوفاء بن عقيل وقضية حفظه لقضية الوقت ومفاضلته ما بين ما بين أكل الطعام وتحسين. يقول أبو ابن عقيل الحنبلي شيخ ابن الجوزي رحمة الله عليه، صاحب كتاب الفنون، صاحب كتاب الفنون، أكبر كتاب في الإسلام 800 مجلد. يقول ابن رجب الحنبلي في ذيل طبقات الحنابلة رأيت إنه المجلد كذا بعد 400. طب حتى لو 400 مجلد مثلا، ها
هذا شيء هائل. أين وجد الوقت؟ وبلاش الوقت، إيه العلم اللي حطه في هذا الكتاب، كتاب الفنون، وطبع منه مجلدات، لكنه صعب جدا حقيقة. قرأته وشعرت بعناء وأنا أقرأ في هذا الكتاب. يعني يقول ابن عقيل الحنبلي، حتى نعرف كيف كتب هذا الكتاب، وليس هو الكتاب الوحيد، له كتب أخرى. يقول: إنه لا يحل لي أن أضيع أو أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا كل بصري عن مطالعة ولساني عن مناظرة استطرحت، ينام على السرير، فأعمل فكري حال استطراحتي فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أسطره. يعني يقوم يكتب زي الإمام البخاري رحمه الله عليه، كما حكى عنه وراقه محمد بن أبي حاتم. يقول: استيقظ البخاري في ليلة 17 مرة، يوقد السراج ويكتب ثم ينام، ثم يقوم يوقد السراج ويكتب ثم ينام. فسأله عن ذلك فقال: هي فوائد تعن لي، فأخشى أن تذهب علي، فيقوم يكتبها حتى لا تذهب علي. وإحنا كثير مننا مثلا يرى الحلم، يرى في المنام أشياء، وبعدين الصبح تقول له: شفت النهاردة لي؟ يقول له: والله ما فاكر، شفت لكن لا أتذكر. فالبخاري كان يعمل حسابه لهذا، فكان إذا عن له شيء يقوم يكتبه. فابن عقيل الحنبلي يقول: فيستطرح فأعمل فكري حال استطراحتي فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أسطره، وإنني لأختار دق الكعك، الخبز، الخبز، وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من التفاوت في المضغ، عشان ما يضيع وقت في المضغ. سبحان الله، يعني ما يرى أنه لو دق الكعك وشربه مع مية وأسكت كلب الجوع، غير لما يفضل يمضغ في الطعام فرقها 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة مثلا في نهاية الأكلة كلها أو نصف ساعة، هو أولى بها، كان ممكن يعمل فيه عمل مفيد. طبعا أسلافنا في هذا الباب ما لهمش حل. يعني محمد بن سلام يقولون بيكتب ورا الشيخ فانكسر سنه القلم، قلم رصاص كده ولا بتاع، انكسر سنه القلم، فقال: قلم بدرهم، ما مش كده، فتطايرت عليه الأخلاق. طبعا قلم بدرهم، الدرهم حاجة ضخمة جدا، شوف الدرهم يجيب كم قلم يعني، لكن مش عايز يضيع الوقت ورا شيخه، فقال: قلم بدرهم، فكله رمى عليه القلم حتى يحظى في هذا الدرهم. لا، يعني علماؤنا لهم في هذا عجيب، فنسحت حفظ الوقت، والوقت هو الحياة. لا هذا له، والوقت مع قضية الرحلة، لعل لفضيلتكم كلام مطول، من تابع فضيلتكم سواء كانت في الأشرطة أو في المحاضرات أو في البرامج، قضية أنهم كيف جمعوا، فقط ليس في قضية الوقت نفسه، الرحلة وقضية الانتقال من شيخ إلى شيخ آخر وإلى آخر، حتى وقتهم لحياتهم ما كان موجود. أبو حاتم ابن أبي حاتم الرازي عبد الرحمن، نعم، يقول: دخلنا مصر، هو مجموعة من زمايله، يعني دخلنا مصر نكتب نهارنا عند الشيوخ وليلنا ننسخ، حتى إذا جاء درس شيخ فقيل لنا إنه معلول مريض يعني، نعم، قلنا: فرصة نأكل، طالما أنه يعني مش موجود ندخل على السوق. قال: فدخلنا السوق فاشترينا سمكة كبيرة، فلما ذهبنا إلى البيت حان موعد درس شيخ آخر، نعم، فتركنا السمكة على حالها وذهبنا إلى شيخ، وبعدين دخلوا في الطحونة يهبا، نهارهم يدورون على الشيوخ وليلهم ينسخون ما كتبوا عن هؤلاء الشيوخ. يقول: 3 أيام حتى خفنا أن تفسد السمكة فأكلناها نيئة لم نتفرغ لشيها. الله أكبر. يقول هذا في مقدمة كتابه الماتع الجرح والتعديل، مقدمة كاملة في مجلد ذكر فيها سير أهل العلم، وحد أزير والده وأبو زرعة الرازي، وطلع بقى لأحمد بن حنبل، يحيى القطان، علي بن مديني، يحيى بن معين إلى آخره، ذكر هذه القصة عن نفسه لما دخل مصر ليكتب العلم. وبلغ من حرصه أنه كان يقول: كنت أقرأ على أبي وهو يأكل وهو يشرب وهو في الخلاء، والده دخل الخلاء وهو على الباب يقرأ كتابا،
حتى لا يضيع شيئا من عمره. لا لكن لهم عجيب في هذا. طيب نحتاج فضيلة قلت ان احنا محتاجين نتكلم عن والده رضي الله عن الجميع في ابو حاتم ابو حاتم وعن رحلته وسنختار رحلة منها. قلت ان نختار رحلة من رحلاته الطويلة. نعم نعم. وانا ساقول يعني ان شاء الله يعني ما قطع من الاميال وبعدين ترك العد. الله اكبر. الله اكبر. استاذنك ان يكون هذا محور احد محاور حلقاتنا القادمه باذن الله عز وجل. شيخنا الحبيب رفع الله قدرك. الله يبارك فيك. احبتنا في الله نكون بهذا قد وصلنا واياكم الى ختام هذه الامسيه الرائعه الماتعه مع شيخنا الحبيب فضيله الشيخ ابو اسحاق الحويني، وحتى نلقاكم في حلقه اخرى نقول لكم دمتم على الخير والطاعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أيها السائر في دنيا الورى قد مضت سنة ربي لا مرى، كل عين سوف تغدو أثرا، إن في أنباء من قد غابرا عبرة تهدى لذي حجر عقل، فاتعظ ممن أتى الوحي على ذكرهم يا من أطال الآمل، وخذ الذكرى وصدقه ولا تنشغل عن أيذ العرش بلا، إنه الحق وبالحق نازل، إنه الحق وبالحق نازل.